تزوجت من رجل أعمال معروف وظهرت بأول أعمالها دون موافقة والدها. اشتهرت بدور سعدية في مسلسل ليالي الصالحية. الفنانة السورية الجميلة كاريس كشار ولدت في مدينة دمشق عام 1976 لأب كردي وأم سورية. بدأت مسيرتها الفنية وهي بعمر 16 خلال فرقة زنوبيا للفنون الشعبية، وكان ظهورها التلفزيوني الأول خلال مسلسل أعلام العرب دون علم والدها بذلك، والذي عارض دخولها الفن. وبعد أن اكتشف موهبتها الفنان القدير توريد لحام، أقنع والدها بذلك، حيث شاركت عام 1998 في العديد من الأعمال، منها مسلسل الطير، مذكرات عائلية وغيرها. كان عام 2003 مليئاً بالأعمال المميزة لها، حيث شاركت في مسلسل بنات أكريكوز بشخصية فريدة، إلى أن نقلتها النوعية كانت عام 2004 عندما شاركت في مسلسل ليالي الصالحية بدور سعدية زوجة المعلم عمر. وتألقت أيضاً في العديد من الأعمال الشامية، منها مسلسل أهل الراية، الإميمي، خان الحرير وغيرها. عن حياتها الشخصية، تزوجت من رجل الأعمال السوري شادي جواد وأنجبت منه ابنها الوحيد مجد، وانفصلت عن زوجها عام 2014 وهي الآن غير متزوجة، وتفضل أن تبقي حياتها الخاصة بعيدة تماماً عن الإعلام والضجة. يذكر أنها سافرت من سوريا عام 2012 واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة من الزمن، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، ولكنها عادت إلى سوريا عام 2013. يذكر أنها اختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة. ومن الجدير ذكره أيضاً لأنها على خلاف مع الفنانة سلافة وخرجي، ووفقاً للتقارير يعود سبب الخلاف لإقامتها لحفل عيد ميلاد في نفس الفندق التي أقامت به الفنانة سلافة وخرجي حفل زفافها على الفنان وائل رمضان وبنفس التوقيت، مما أدى إلى انقسام الوسط الفني بين الحفلتين. يشار إلى أنه ما لم يجتمعا سوى في عمل واحد وهو ثلوج الصيف، حيث ظهرا في مشهد واحد ودون أن يتبادلا الأحاديث. يذكر أن آخر مشاركاتها كانت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل النار بالنار، والذي أدت فيه دور مريم، وكان أدائها بغاية الروعة. أحبها الجمهور بشخصيتها المرحة وعفويتها. وأنتم، ما هو رأيكم بالفنانة السورية القديرة كاريس كشار؟ وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.